كشفت نيسان رسميا عن الموديل الانتاج النهائي لسيارة نيسان زي الرياضية الجديدة، وتيجي باختلافات بسيطة جدا عن النسخة الاختبارية اللي شفناها للسيارة في السنة الماضية، مثل إضافة جناح خلفي. تتميز نيسان زي الجديدة بتصميم عصري بلمسات كلاسيكية، ونشوفها مقدمة طويلة وخطوط عضلية بالهيكل وتصميم مميز للمصابيح الأمامية والنهارية. أما الداخلية فتصميمها بلمسات كلاسيكية وحديثة، بينها لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وعدادات تناظرية فوق الشاشة الترفيهية لمتابعة بعض وظائف السيارة. وتستخدم محرك توين تيربو 3 لتر 6 سلندر بقوة 400 حصان وعزم 475 نيوتن متر بجير يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 9 سرعات. وطبعا اهتمت نيسان بتطوير نظام التوجيه وممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة والتحسينات الميكانيكية للثبات والراحة أثناء القيادة. هذا بيتم طرح نيسان زي الجديدة كليا في الأسواق كموديل 2023 خلال ربيع 2022، بأسعار تبدأ من حوالي 40,000 دولار، يعني ما يعادل 150,000 ريال. شاركونا برأيكم في نيسان زي 2023، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلكم جديد أخبار وأسعار السيارات والعروض أول بأول بإذن الله. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.